مرحبا بكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكون هذه المره خفيفه في هذا الشهر. اول حاجه شكرا على السؤال. صراحه خدنا البوم وخدنا النوع وجبنا الوقيت اللي هي الصيف، واي واحد يخرج البوم في الوقيته اللي هي الصيف. وكانت فرصه، كانت فرصه وهي تهدرت من الخدمه، وكان عندنا بزاف ديال الشباب ودوزنا واحد العامين وجات الوقيته باش نخرج. حنا بالنسبه لينا كايتي اجل شفنا اخر ما بعد خدينا الوقت الكافي. نورمالمون غالبا تقدر ياخذ اكثر من ربع ساعه. حنا حاولنا نديرو الجهد ديالنا، حاولنا نديرو كامل الجهد باش يلاه نجيبو في هاد الوقيته هادي. وصراحه هاديك من الحركه هي اللي جات في الاخر. الحاجه الوحيده اللي خلات لي انني ما عنديش الخوف هو ان الجمهور اللي تيفوق مني الالبوم. وثاني حاجه انا ما عنديش الفكاريه ديالي شي الالبوم، لا اول الالبوم غنخدمو الفكاريه ديالي. انا بالنسبه لي كاملة ما عنديش الالبوم، ومن شحال هذي الناس مفكر وتبدا لي وسط الوقيته اللي كنت معاها الوقيته هذي خصني نخرج فيها شي الالبوم. وان شاء الله غادي الالبوم خدا لينا عامين ديال الروس اللي خدمنا فيه عامين ديال الروس. والالبوم فيه 15 الاغنيه وتقريبا واخا فيه 15 اغنيه زعما اغنيه في الشباب اغنيه ولا اغنيه في واحد السيما اخر. واللي كيف خدمات هي اللي نفس الكيف اللي ديريجا كتخدم معايا من شحال هادي. الالبوم وما فيش ميساج واحد، كل اغنيه عندها هدف وعندها اون ميساج. يعني باش تحاول تلقي جميع الناس اللي كاينين من الناس في الالبوم، اختاريت انني ندير بزاف ديال السين وبزاف ديال الميساج اللي تيهضروا على بزاف المواقف ولا بزاف الحوايج اللي تنعيشهم حياة سواء في الحياة سواء في دونك هذا اللي كاين، كاين مواقف اجتماعية، كاين حوايج باش نعيشو هكا. وإن شاء الله نسمع لكم على كلشي. دونك تقدر تكون شي حاجة اللي معاك، تقدر تكون عادية، واحد ما عنديش مشكل، أنا ما عنديش مشكل. شكرا.